الفتيات الإيرانيات يكتبون عليك أمين بغداد الوسيم، يعني النسوان ويأخذون جهال روحوا صور ويا أمين. بغداد افضل من دبي وافضل من نيويورك وافضل من واشنطن. يتذكر المشاهد مسلسل الحسناء والوحش الذي كان سعه الخط تستوعب يعني بشر يدخل في هذه الخطوط. نعم لدينا مثل هذه الخطوط. يشوف الياباني قال احنا عندنا فساد لا موجود اكثر من عندنا واسطه بكتبتك متر مقرمص ب 5000 دولار احنا ب 40 دولار. وزنه اكثر من 150 كيلو.